ترأس وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار اللجاي في قاعة الاجتماعات بالوزارة اجتماعاً مع الشركاء الفنيين والماليين بحضور محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد عبد العزيز بلداهي. خلال الاجتماع عرض مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك لعام 2016-2030. قاعة الاجتماعات بوزارة الاقتصاد والمالية تحتضن اجتماعا فنيا خصص لعرض مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2030، والتي تم إعدادها بمساهمة الفاعلين الاقتصاديين والمنتخبين الوطنيين والشركاء في التنمية. وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار اللجاي بيّن في كلمته المراحل التي تم إنجازها ضمن هذا المشروع الاقتصادي والأشواط التي قطعتها الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، حيث اعتمدت أسلوب المشاورات القطاعية والجهوية للحصول على تشخيص دقيق للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد للمساهمة في رسم معالم وأهداف هذه الاستراتيجية، والتي تدخل ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها البلاد. الاجتماع تضمن عرضا مفصلا حول محاور هذه الخطة وإجراءات تنفيذ بنودها وفق المقدرات الاقتصادية لبلادنا وآفاقها المستقبلية، ولإخضاعها للنقاش والتدارس قبل عرضها على الجلسات الوطنية التي ستعقد الأسبوع القادم. تفقدت وزيرة البيطرة خلال زيارتها